السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة سحر ماهر، أخصائية تدريس أول في علوم التمريض في المعهد الفني الصحي بإمبابة. إن شاء الله النهاردة أشرح لكم مادة العلوم الإنسانية وآداب المهنة. الفصل الأول العلوم الإنسانية، فيها كلمة الإنسان. الإنسان ده هو كائن اجتماعي بارع في استخدام طرق التواصل للتعبير عن حاجته وذاته وتبادل الأفكار والخبرات. والإنسان ده بيكون مشتق من كلمة إنس، فإنها تعني الجامع وخليقة الله، وكانت مفردة الإنسان مأخوذة من النسيان، فهو يمثل أحد صفات الإنسان كما هو مذكور في الآية الكريمة: كل يوم هو في شأن، صدق الله العظيم. أي أن الإنسان يستحيل أن يثبت على حالة أو شأن واحد. أما تعريف الإنسانية، إذن الإنسان ده هو الشخص اللي بيكون كائن اجتماعي بارع في استخدام طرق التواصل للتعبير عن حاجته وذاته وتبادل الأفكار والخبرات. لو جينا لتعريف الإنسانية، دي الصفات بقى اللي الكائن الاجتماعي البارع ده هو اللي بيقوم بيها، أو مفروض إنه يتحلى بالصفات دي. إيه هي؟ العديد من الصفات التي تجعل من يمتلكها بشرا، مثل القدرة على المحبة والتعاطف مع الآخرين والإبداع وغيرها من الأمور التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات، والتي تجعل منه إنسانا حقيقيا ولا تجعل منه إنسانا خاليا من المشاعر أو العواطف. الإنسان هو الشخص أو الكائن اللي جواه الإنسانية اللي هي الصفات، ولو ما عندوش الصفات دي ما يكونش إنسان، خلاص ما أقولش عنده إنسانية. النزعات الإنسانية، النزعات الإنسانية أو كلمة نزعة دي معناها دافع أو ميول أو رغبة ملحة داخلية أو الدافع الداخلي أو إرادة قوية داخل الشخص نفسه. فالنزعات الإنسانية نوعين: النزعة الإنسانية الدينية والنزعة الإنسانية العلمانية. النزعة الإنسانية الدينية هي تهتم بالرجوع إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية لمعرفة الأحكام الشرعية، وتحصر هذه النزعة العقل الديني ضمن الوحي والنصوص المقدسة مثل التوراة والإنجيل أو القرآن. إذا الدافع الداخلي هو اللي بيقول لي أتصرف إزاي، هل أنا أتصرف بالدين والأحاديث النبوية أو التوراة والإنجيل. النزعة الإنسانية العلمانية، انتقلت هذه الفلسفة من الإيمان بحقوق الله إلى حقوق الإنسان وحده دون الرجوع إلى الدين، وحلت القوانين الوضعية من قبل البشر. إذا النزعة الإنسانية العلمانية دي من قبل البشر، وحلت القوانين إلى حقوق الله أو الدين، خلاص محل القوانين الدينية والقانون الإلهي المقدس. إذن دي فلسفة. التانية النزعة الإنسانية الدينية أو الأولانية دي بتكون دافع داخلي بيكون بيأثر عليا بالقرآن الكريم، أو راجع للدين الداخلي جوه الإنسان. أما النزعة الإنسانية العلمانية دي بتكون فلسفة من قبل البشر، حلت محاليل بقى القوانين الدينية اللي هي جوه النزعة الإنسانية الدينية. طيب هنرجع بقى أو هنروح لتعريف العلم. هو الفكر الناتج عن دراسة سلوك وشكل وطبيعة الأشياء للحصول على معرفة عنها. بالعلم أنا بيكون عندي فكر ناتج عن دراسة أنا درستها وعرفت سلوك وشكل وطبيعة الأشياء، علشان كده ده بيسمى العلم. طب إيه أهمية العلم؟ ساهم العلم في تطور العديد من الأشياء، قدم الكثير من الاختراعات كالسفن والقطارات والطائرات والسيارات وأجهزة الحاسوب والإذاعة والتلفاز. أنا بالعلم بقدر أطور عديد من الأشياء، ده كمان ده نقدر أخترع اختراعات زي السفن والقطارات والطائرات وتطور البشرية وزيادة ازدهارها. البشرية كمان بيحصل لها عملية تطور وبيحصل ازدهار. أهداف العلم: التفسير والوصف، التنبؤ، التحكم والضبط. التفسير والوصف هو اقتصار دور العلم فقط على ملاحظة ووصف الظواهر، يبقى أنا بوصف الشيء اللي قدامي ده من خلال الملاحظة، ويسعى إلى التعرف على الأسباب الخاصة بتلك الظواهر. التنبؤ هو التوقع، فلا يعتمد العلم على التفسيرات فقط، بل من أدواره ومهامه معرفة طبيعة العلاقات الخاصة بالتنبؤ. أما التحكم والضبط هو اهتمام العلم بالتحكم والسيطرة في الظروف أو العوامل التي تساعد على تنفيذ ظاهرة محددة وفقاً لطريقة معينة. يبقى أنا عندي أهداف العلم: التفسير والوصف، التنبؤ، التحكم والضبط.
التحكم بالضبط دي نقصد بيها ان انا بالعلم اقدر اتحكم في الظاهرة اللي قدامي اثناء تنفيذها وفقا لطريقة معينة. يعني انا لازم يكون عندي اتحكم او لازم يكون عندي تحكم وضبط من خلال العلم في الشيء او الظرف اللي انا بقدر اخترعه. تعريف العلوم الإنسانية أو مادة العلوم الإنسانية لها تعريف: هي مجموعة الدراسات المتعلقة بالمجتمع الإنساني بمختلف جوانبه والعلاقات التي تربط بين أفراد هذا المجتمع. أنا من خلال العلوم الإنسانية هقدر أدرس دراسات تتعلق بالمجتمع الإنساني علشان أقدر أعرف العلاقات اللي بتربط أفراد هذا المجتمع. طيب، أهمية العلوم الإنسانية بقى: تعميق مصادر الحكمة عن طريق تعلم طريقة تعامل الآخرين مع الفشل والنجاح. من خلال دراستي للعلوم الإنسانية أقدر أتعلم إيه هو الفشل وإيه هي، أو أقدر أحس إن أنا حسيت بالنجاح ومن خلاله الفشل أقدر أتعلم منه فشلت في إيه عشان أقدر أتفاداه في المرة الجاية. تساعد على امتلاك القدرة على التمييز بين إيه؟ الأمور التي لها معنى والأمور التي ليس لها معنى. إذا من خلال العلوم الإنسانية هقدر أشوف الشيء اللي أنا بدرسه ده ليه معنى أو لأ. رقم 3، التدرب على مهارات التفكير التحليلي المطلوب ليكون الشخص ناجحا. أنا بتدرب إزاي أقدر أعمل تفكير تحليلي عشان أكون إنسان ناجح. دعم وتعزيز المجتمع الفني عن طريق تعلم كيفية تقدير أهمية الإبداع. أنا من خلال العلوم الإنسانية هقدر أطور أو أدعم أو أعزز المجتمع الفني اللي هو بيشتغل بإيده عن طريق تعلم كيفية تقدير أهمية الإبداع، أقدر أبدع في الشغلانة اللي أنا فيها أو الدراسة اللي أنا بدرسها. تطوير وجهات النظر، أنا وجهات النظر اللي بيني وبين الآخرين أقدر أطورها من خلال دراسة الثقافات من جميع أنحاء العالم، بدرس ثقافات المجتمع كله من خلال العلوم الإنسانية. استمداد الإلهام من بعض أعظم العقول والأفكار على مر العصور، وعندنا مثل جميل الدكتور والعلامة نجيب محفوظ والدكتور مصطفى محمود، دول عقول وأفكار مميزة نقدر نستمد منهم أفكار ونلهم منهم فكرة معينة. آخر حاجة، تحسين مهارات التواصل الشفوي. أقدر من خلال دراستي للعلوم الإنسانية أتواصل شفوي مع الآخرين. الخيارات المهنية: الشخص الدارس للعلوم الإنسانية مؤهلا للعمل في جميع المجالات، مثل يعني اللي يدرس العلوم الإنسانية يقدر يكون شخص كاتب أو محرر. الشخص الكاتب أو المحرر ده يستطيع الشخص بالتدرب على العلوم الإنسانية أن يصبح صحفيا. تمام، فنان: يعتبر امتلاك خلفية في العلوم الإنسانية أمرا مفيدا للفنان، ليستطيع من خلالها امتلاك نظرة واسعة وعالمية نحو الأمور. المبيعات أو خدمة العملاء: يستطيع الشخص الذي يمتلك معرفة بالعلوم الإنسانية أن يكون بارعا في أي علاقات بالتعامل مع الآخرين. أخصائي موارد بشرية: العديد من المهن المدرجة في مجال الموارد البشرية متاحة لمن يمتلك معرفة بالعلوم الإنسانية، وكذلك يمكن أن يعمل الشخص في إدارة المسائل المتعلقة بموظفي شركة ما مثل ظروف العمل أو التوظيف أو الإنتاجية أو الروح المعنوية. تخصصات العلوم الإنسانية: تشمل العلوم الإنسانية على عدة تخصصات نذكر منها: التاريخ وعلم الآثار هو أحد فروع العلوم الإنسانية التي تهتم بدراسة الأحداث والشخصيات في الأزمنة السابقة، ويركز علم الآثار على دراسة العصور القديمة من النواحي الثقافية والمجتمعية والأدوات المتبقية من تلك العصور. العلوم السياسية: العلوم السياسية هي أحد فروع العلوم الإنسانية التي تهتم بدراسة الأمور المتعلقة بالحكومة والأشخاص الحاكمين. الجغرافيا هي أحد فروع العلوم الإنسانية التي تهتم بدراسة الأرض والأماكن والبيئة التي تحيط بالإنسان، وتعتبر الجغرافيا جسرا يربط بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. علم الاجتماع: علم الاجتماع هو أحد فروع العلوم الإنسانية
الذي يهتم بدراسة المجتمع الإنساني والعلاقة بين المجتمع والإنسان. الاقتصاد هو أحد فروع العلوم الإنسانية الذي يهتم بدراسة الأمور المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والثروة، وعلوم أخرى مثل الفلسفة، علم الأخلاق، التاريخ، علم الآثار واللغات الحديثة والأدب. الفصل الثاني، السلوك. تعريف السلوك: سيرة الفرد واتجاهاته ومذهبه، حيث يقال أن شخصاً سيء السلوك أو حسن السلوك، كما أن السلوك من الأعمال الإرادية التي يقوم بها الإنسان كالكذب والصدق والكرم والبخل ونحوها. تمام؟ إذن السلوك هو عبارة عن اتجاه ومذهب الفرد، التصرفات بتاعته زي الكذب والصدق والكرم والبخل ونحوها من الصفات التي تجعله إنساناً أو إنسان يقدر يكون عنده اتجاه ومذهب أو سيرة. أثر الأصدقاء على السلوك الشخصي: عندنا أثر إيجابي وأثر سلبي. الأثر الإيجابي: عندما يقابل الشخص أصدقاء يتمتعون بخصال حميدة وملتزمين من النواحي الدينية والأخلاقية، يكون لهم أثر إيجابي على هذا الشخص عن طريق إرشاده إلى الطريق المستقيم. طبعاً أنا لو عرفت إنسان كويس ذو صفات حميدة هيرشدني إلى الطريق المستقيم ويحثني على اتباع السلوكيات الصحيحة في حياتي. طبعاً وحثه على اتباع السلوكيات الصحيحة في حياته. فبمجرد الاختلاط بمثل هؤلاء الأصدقاء سوف يكتسب منهم أسلوبهم وطريقتهم. عندي صديق صالح، صديق مستقيم، هكتسب منه أسلوبه وطريقته في الحياة، وده كمان هتطبع بطباعه، وأسعى لعمل كافة الطرق والوسائل لأتحلى بهذه الأخلاق أو الأسلوب أو الطريقة. أما الأثر السلبي، فالأصدقاء بيتأثروا من بعضهم البعض حتى بشكل سلبي في ممارسة الكثير من العادات السيئة في الحياة، كالتدخين وشرب الكحول والإدمان على المخدرات وغيرها من العادات السيئة. فعندما يقوم الشخص بمرافقة مثل هؤلاء الأصدقاء سوف يقوم بتقليدهم في اتباع هذه العادات السيئة والمنبوذة في المجتمع. طبعا عندي عادات سيئة اكتسبتها من أصحاب السوء أو الأصحاب ذو الأخلاق السيئة، ده هيكون منبوذ في المجتمع وتجعل من يمتلك هذا الأسلوب مؤثرا بأثر سلبي على النواحي الجسدية والعقلية والروحية. أساليب تعديل السلوك: عندي حاجة اسمها التعزيز، وهو أن يتم تشجيع ومكافأة الفرد على سلوك سوي وصحيح فعله. فقد يكون التشجيع بالكلمة الطيبة أو منحه هدية مادية أو رمزية أمام الطلبة أو اشتراكه في أنشطة. 2. العقاب، وهو إخضاع الفرد لنوع من أنواع العقاب عند فعله سلوكا خاطئا تجاه الآخرين، مثل الضرب والتسبب في الإزاء النفسي للآخرين. 3. الإدفاء، وهو الامتناع عن الاستجابة. فالفرد قد يقوم بتصرفات سيئة بهدف لفت الأنظار إليه، لذلك يجب تجاهله حين يخطئ وعدم لفت النظر إليه وإهمال بعض تصرفاته. التمييز، أي أن يتم تعزيز السلوك في موقف ما وإطفاؤه في موقف آخر، وتحدث الاستجابة فقط لبعض المواقف والمسيرات. التشكيل، أي أن يتم اكتساب الفرد سلوكيات جديدة بعد أن يتم التعزيز الإيجابي للاستجابات التي تقترب من السلوك النهائي، وهذا لا يعني أن يتم خلق سلوكيات جديدة من لا شيء، فالتشكيل يهدف إلى التركيز على استجابة معينة تشبه السلوك النهائي. تقليل الحساسية التدريجي، أن يتم القضاء على المخاوف المرضية والقلق من خلال إحداث استجابات بديلة في المواقف التي تحدث فيها، أي أن حد بيحس إن هو خايف من موقف أو أي حاجة بدخله في الموضوع اللي هو خايف منه ده بالتدريج، وأقول له لازم يعمل استرخاء، والاسترخاء ده هو أفضل الاستجابات البديلة في مثل هذه المواقف. التنفير، أي أن يتم ربط الاستجابة للسلوك السيء بشيء منفر ويساعد ذلك على حد من هذا السلوك أو القضاء عليه، مثل تغريم الفرد بعمل مادي، عمل حاجة خاطئة فأغرمه بعمل مادي أو معنوي في حال قيامه بسلوك سيء.
لو عمل حاجة سيئة أعمل له حاجة اسمها تنفير، توكيد الذات. ويعتمد هذا الأسلوب بشكل أساسي على معالجة عدم الثقة بالنفس عند الأفراد وشعورهم بالخجل وانسحابهم من المواقف الاجتماعية، وتتم معالجة هذه السلوك من خلال التكرار والإعادة، ده اسمه التوكيد الذات. إن أنا أخليه يكرر ويعيد ويتدرب على المواقف أكتر من مرة. العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني، عندي تأثير الألوان في السلوك الإنساني، تأثير البيئة في السلوك الإنساني، تأثير الغذاء في السلوك الإنساني، وتأثير وسائل الإعلام في السلوك الإنساني. نيجي لأول حاجة، تأثير الألوان في السلوك الإنساني. الألوان بتأثر في السلوك الإنساني إزاي؟ لو عندي اللون الأحمر، اللون الأحمر ده بيرمز إلى الحب والعواطف الجياشة، كما أنها يدل في نفس الوقت على الخطر والشعور بالغضب. أنا كإنسان، أنا كسلوك بني آدم، بستقبل اللون إزاي؟ الأحمر، في بعض الناس بتستقبل اللون الأحمر على إنه رمز إلى الحب، والبعض الآخر يدل عندهم على الخطر والشعور بالغضب. أما اللون الأزرق فيرمز إلى الهدوء والسلام النفسي عند بعض الأشخاص، والبعض الآخر يرمز إلى البرودة أو البرود واللامبالاة. أما اللون الأخضر فترتبط بالطبيعة ولون الربيع عند بعض الأشخاص، أما البعض الآخر فدليل على الغيرة والطمع والخمول. اللون الأسود يمثل الحزن والموت والخوف، كما أنه يرمز إلى القوة والسلطة. تأثير البيئة في السلوك الإنساني، التلوث يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان وحياته وتصرفاته، فتلوث الأوزون له آثار سلبية وضارة على صحة الإنسان. لو عندي تلوث هيأثر عليا وهيأثر على سلوكي، مثل ضيق التنفس والسعال والتأثير على المجاري التنفسية وإلحاق الضرر بالرئتين. ده كمان هيخليني بني آدم عصبي، بني آدم مش عارف أتعامل مع الآخرين. تأثير الغذاء في السلوك الإنساني، أثبتت عدة دراسات أن الأطعمة التي يتناولها الإنسان تعد من أهم العوامل التي تؤثر في سلوكيات هذا الإنسان، حيث نشرت المجلة الأمريكية للطب النفسي دراسة تربط بين نقص بعض الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم والسلوك العدواني لدى الأطفال. فأشارت النتائج أن الأطفال الذين عانوا من نقص في الزنك والحديد وفيتامين ب قد ارتفعت تصرفاتهم العدوانية والعنيفة بنسبة 41% عند سن الثامنة. تأثير وسائل الإعلام في السلوك الإنساني، كشفت الدراسات على مدى أو عن مدى تأثير وسائل الإعلام على العقل البشري وبعض الأنماط السلوكية، حيث وجدوا من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ التأثير السلبي والإيجابي للإعلام. فمثلا كان الإنترنت له تأثير شبيه بالمخدرات، قد يصل إلى الإدمان والإصابة بالرعشة والقلق واضطرابات في الأكل. الاضطرابات السلوكية، مفهوم الاضطرابات السلوكية هو ذلك السلوك الانفعالي المتطرف والمزمن والذي يبتعد عن توقعات المجتمع وثقافته ومعاييره، وهو سلوك غير مقبول اجتماعيا، سلوك مضطرب أو اضطرابات سلوكية. ده سلوك انفعالي متطرف لا يقبله المجتمع ولا يتماشى مع ثقافة هذا المجتمع ومعاييره، وهو منبوذ اجتماعيا. مظاهر الاضطرابات السلوكية، قلة عدد الأصدقاء. هيظهر عليا إزاي بقى قلة عدد الأصدقاء أو انعدامهم؟ الاضطرابات في العلاقات العائلية، اضطراب العلاقات أو اضطراب العلاقة مع المعلمين والتدهور وزيادة في الحركة أو النشاط والاكتئاب والقلق وسرعة الغضب والغيرة الزائدة أو الحساسية الزائدة والسرقة. خصائص المضطربين سلوكيا، هو السلوك العدواني والسلوك الانسحابي والسلوك الفجري. السلوك العدواني يعتبر من الخصائص الاجتماعية المميزة للأفراد المضطربين انفعاليا. السلوك الانسحابي يعبر هذا السلوك عن فشل المضطربين انفعاليا في التكيف مع المتطلبات لهذا المجتمع. السلوك الفج هو سلوك غير ناضج اجتماعيا وانفعاليا، ومثال عليه المبالغة في الضحك واللامبالاة. المتغيرات المرتبطة بالمشاكل السلوكية، أثبتت الدراسات إن 67% من الأطفال عندهم سوء تكيف مع الآخرين، وثلاثة من كل 10 أطفال مضطربين يتجاوزون مشاكلهم في سن الرشد، و70% من الأطفال سيصبحون راشدون طبيعيون بعد نموهم. يبقى الخصائص المضطربين سلوقيا قلنا السلوك العدواني والسلوك الانسحابي والسلوك الفج
او السلوك اللي هو ايه مبالغ فيه، والمتغيرات.